وقف جبالي ام شوكت ام المرحوم سعد جبالي. اليوم انت قررت تعملي وقفه، تنظمي وقفه احتجاجيه عند مدخل الجسر الطبي، شو سبب هاي الوقفه؟ لانه يوم الاحد انتهت مسيرتنا، يعني اللي كانت مسيره من الاسعار العنف والاجرام. فلما يوم الاحد خلصت كانت اخر يوم بالمسيره اللي هي احنا وصلنا لبيت رئيس الدوله، وانا طالع من هناك قررت انه هاي بدايه المشوار، ما كانتش اخر يوم، انا تبقى اول يوم بهذا المشوار بالنسبه لي في حياتي. انا راح اكافح واضل اشتغل على هذا الموضوع من هلا اخر يوم بحياتي، مني ولد على روح اولادي. قديش بقدر احاول امنع هذا الشيء بكل قوتي بكل امكانياتي الضعيفه، اذا بحاول امنع وبحاول اثر على المجرمين وعلى الشرطه وعلى اي حدا يحمل اي سلاح يعمل اي شيء ويصوب على جاره وعلى خاها وعلى قرابته، اذا انا في يعني بتامل انه يبقى لنا تقدير كأم انا مجروحه وابني قتل بهاي الظروف. بس حسب رايك هذول الخطوات التضامنيه لها راح يكون لها اثر ايجابي، راح تحل مشاكل العنف في الطيبه وفي المباني العربي؟ حسب رايي اي شيء احسن من اي شيء، المهم ان الواحد يطلع ويحكي رايه بهذا الموضوع. يعني مش معقول انه احنا يعني كامهات انه ما يبقى لنا تاثير، يعني مش معقول يعني انه احنا نتعب على اولادنا ونفقدهم بهاي البساطه ونضلنا ساكتين. يعني شو احنا اغلى من اولادنا؟ كل حياتنا عشناها عشان اولادنا. يعني انا بتامل انا بعندي قناعه انا انه يبقى لي تاثير على المجرمين اكثر من الشرطه. شو اليوم بتحبي توجهي انت كلمه؟ كانك ام فقدت ابنك، شو تحب توجه كلمه للناس للمجرمين للي بتخفوا لكل انسان حامل فرد عنده بالدار؟ بقولهم يعني ما تستعجلوش علينا، احنا بالاخر بدنا نموت وبالاخر بدنا نوقف بين ايدين ربنا.